بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكر القائمين على هذا التدعو مثلا. أخوكم سعد العجمي ممثل عن الحركة الديمقراطية المدنية حلم. الحركة اللي تأسست في 27 فبراير 2012. كم فقط؟ جاي. تفضل. كان عندكم 200 عضو تقريبا 200 عضو ما بين السنة اي المشتركات 220 غير 10000 تفضل. كان المفروض النظام الاساسي يعني اساسا ما نشغل فيه موضوع تفصيل الحركة. انا ودي اتكلم عن الصفحات السياسية ورؤية الحركة في هذه الصفحات السياسية. بداية حجمعنا في 27 حول قيم ومبادئ تقوم أولها على الحرية. ونحن نؤمن أن الحرية هي هبة من الله وهبها الإنسان وأعطاه من موجبها مشروع الدفاع عنها إذا انتقصت. لذلك كانت هناك مجموعة مبادئ ومجموعة قيم انبثقت منها مشروعنا نحو الإصلاح السياسي. أولها أن الحرية غاية مقدسة وأن المجتمعات الحرة تستحق دولا محترمة تحقق سعادة شعوبها وتقودها نحو الرفاهية. ثانيا مبدأ المواطنة، أن المواطنة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث أن حق الإنسان في حياة كريمة هو مضمون ومكفول من الدولة، وأن حق التعبير وحق العبادة وحق الاعتقاد يعطي المجتمع تنوع ويثريه في كثير من المجالات. لذلك لنحقق هذه المبادئ وجدنا أو نعتقد أن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والرئيسي نحو أي تقدم أو أصلاح في مجال آخر. لذلك نحن نعتبر ونعتقد بأن هذا المشروع اللي راح أشرحه الآن إن شاء الله، نعتقد بأن هذا هو مشروع وطني اجتمعوا عليه الشباب. نحن لا نقول انه هو المشروع كامل ولكن نطرحه في جميع الادوات والمنتديات الاجتماعيه ونقول وناخذ ونعطي فيها، ما ندعي انه هو الكمال ولو كان من غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا من الشيء هذا. لذلك رؤيتنا هذه تستهدف بدرجه اولى اصلاح البيئه السياسيه. اصلاح البيئه السياسيه الحاليه من ابرز المشاكل اللي ممكن تواجهنا هو راحه الناس او المجتمع بشكل عام يرتاح على الوضع الحالي. وإن كان هذا الوضع يعني مش مريح أو الوضع هذا ما هو سليم ولا هو صالح، ولكن مخاوفه وهواجسه من التغيير وإن كان نحو الأفضل تمنعه وتجعله أسير خلف هذه الأسوار. لذلك نحن نتقدم في هذه المعالجة ونقول بأنها على مرحلتين. المرحلة الأولى هي تعديل البيئة الانتخابية. تعديل البيئة الانتخابية يقوم على أربع أسس. الأساس الأول هو العدل والمساواة. الأساس الثاني صهر جميع مكونات المجتمع وتذويب فروقاته التي هي الآن على أساس فئوي غير ديمقراطي. المبدأ الثالث إزاحة الانتخابات. المبدأ الرابع اعتماد البرامج والكفاءات معيارا للاختيار والانتخابات على الوطن الحالي. لنحقق هذا كله عندنا أمور معتبرة، أربع أمور. الأمر الأول إقرار الدائرة الواحدة. أنا أعلم أن في حكم من المحكمة الدستورية هذا راح يأتي في التفصيل، لكن نقدر ناخذ الحين كقيمة. نقدر ناخذ دائرة واحدة كقيمة كمبدأ كشيء نستخلص منه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. طبعا في حلول أخرى دخلنا بالمحكمة الدستورية. لا ما راح ندخل. الأمر الأول هو اعتماد الدائرة الواحدة. الأمر الثاني اعتماد القوائم المغلقة
بالتنفيذ النسبي مع مراعاة وجود العتبة التي هي الحد الأدنى للنجاح في الانتخابات. الأمر الثالث تنظيم العملية السياسية وتقييمها وتنظيم عمل الجماعات السياسية عبر قانون الأحزاب. الأمر الرابع والأخير هو هيئة مستقلة للانتخابات تشرف على الحملات الدعائية وتشرف على مزاحة الانتخابات وما إلى ذلك. هذه هي المرحلة الأولى التي تهيئ لنا بيئة انتخابية سليمة تقودنا نحو الإصلاح الحقيقي. المرحلة الأخرى المرحلة الثانية عندما يتم الانتخابات على هذه البيئة القويمة هذا الأساس السليم يأتي دور مجلس الأمة يتم تعديل يعني طبعاً بعد الانتخابات ندفع المرحلة الثانية يتم تعديل بعد انتخاب وتعبير إرادة الأمة تعبيراً سليماً يفتح باب تلقيح الدستور. وأول مادة تفتح هي المادة 174 مادة 174 التي تشرح طريقة تعديل الدستور تقول للأمير ولثلثي أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح أو تلقيح أو حذف حكم من أحكام هذا الدستور. يتم تعديلها وإضافة آلية الاستفتاء العام ليكون للشعب مشاركة رئيسية ومباشرة في أي تعديلات دستورية قادمة. يتم تعديل هذه المادة ومن ثم تجرى انتخابات عامة يتم حل مجلس الأمة وتجرى انتخابات عامة أو تجرى تعديلات دستورية وفق هذا التعديل المؤخر. هذه باختصار رؤية الحركة التي تشمل على مرحلتين. أنا في شغلتين الاستفتاء الدستوري أو الاستفتاء العام مرحلة التغييرات الدستورية والدائرة الواحدة. زميلتي شيماء العسيري كذلك ممثلة عن الحركة الوطنية المدنية راح تختص في شرح هذه الزاوية. شيماء عشان 10 دقائق ما راح نعرف صعب 5 ونعطيك 5 تصوير تصوير